بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السابع، تنبيه حوتم، أين الصحيح لغيره؟ قال ابن حجر: قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين، يعني ابن الصلاح ومصنف نووي بايخن بودا وكحسن كلوثة دوب الشواء، أحدهما يعني أحدهما لذاته والآخر باعتضاده. حديثك حسن هيا هرخوي حسنة، وهش ضعيف الظلام بحديث كتير بطريق كتير بمجموع طرق يا ببالبشتي كتير بفكر لبالبشتا كان بوه بحسن. فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا، بيز بوكاتا صحيح شوالب كان صحيح لذاته صحيح لغيره، وينبه على أن له قسمين كذلك. وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله. أما أقرب في قياس بأبي وابكي في قاعدة قياسه أو أبي حديثي حسن لغيره لبري ضعيف وبوبا حسن لضعيف باس بكري، صحيح لغيره لبري حسن وبوبا صحيح أبي لحسن باس بكري. فائدتان: الأولى تعريف ابن الصلاح للصحيح مأخوذ من كلام مسلم، ومسلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر. إمامي مسلم تفريغ النيوان شاذ ومنكر ناكاد وعلي هذا الشيء بيك حسابك. بيا تعريفك صحيح، تعريفي صحيح بمشي وهاتوا، يعني بيا حساب بو لفظي منكر نهاتوا من غير شذوذ ولا نكار مثلا ولا علة، بس منكر تانية هالشذوذ بس كده. قال ابن حجر: كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له، كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم، فإنه قال: شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر. أما حد الصحيح تعريف الصحيح، قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم. حافظ ابن حجر عليه أجر سيدي تعريفك مسلم بكين لا مقدمة، تعريفي مسلم لمقدمة بكين بو حديث صحيح، فنازن شون نووي هاتوا يعني شرطي من غير الشذوذ لناو تعريفك إمام مسلم برهناوة. ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإن كان وقف عليه من كلامي في غير مقدمة الصحيح فذاك. الله لو أنا لك شنو ترى نقل إمام مسلم وكلابية كنفي الشذوذ كذب لتعريف حديث صحيح لو أنا، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باقي. أو كوتمان فيه نظر يعني أعم مسألة من غير الشذوذة أم من غير الشذوذة لأنه تعريف كدانية أو هر أو نظر أو خلو يستلسر كذن وستان لسري هر باقية. ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاح دعيب ومدر كوتاوى ابن الصلاح شون أو يرغتوا،
وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد. دعي بمدر كوتوا كاوى ابن الصلاح شاذ منكر لا يكيكن، شاذ منكر لا يكيكن. وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنه، أن الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنه، فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاؤه. فيش ويكا أم قصي شي كموا ضرورة كلام إمام مسلم لمقدمة ذكر كين بزان إمام مسلم شي بتوا أم مسلم لمقدمة على شي. قال الإمام مسلم في المقدمة: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر، بس نكارهنا وإمام مسلم بس شذوذ نينا، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. لما قدم إمام مسلم والد بس صحيح مسلم أو حديثاني كالروايتين كدوا ألين أقر كسيك يعني زور حديثي هني زور بو حديثي بابل مخالفي زور بو حديثي منكري زور بو نك أو منكري كأسلاي خمان ميشمان تشسفي وكوا ضعيف يخالف الثقة. يوم إصلاحات هل عالمي بو عالمي كتير هذا شن عالمي ولي هندي كتير أقوره. كذلك من الغالب على حديثه المنكر كسيك بون بون من مخالفاتي زورة مخالفاتي زورة أو الغلط غلطي زورة أمسكنا أيضا عن حديثهم. يعني كابول لنا وكلام إمام مسلم ذكر منكرها توا ذكر شاذناتوا، بلم بما أنه إمام مسلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وكذلك ابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر. الشاذ يعني ذكر كدوا أي بوم منكر يعني ذكر نكر بوم لا 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 هنا كي لا تعريف كي لا حديثي صحيح من غير نكارة من غير نكارة ولا علة وتيام من غير شذوذ ولا علة. أها ليه رأيك شدها يعني شذوذ أدناترة ين منكر أدناترة ها كاميا أهك من باب أولى شذوذ هنا وكشذوذ قبولنا به من باب أولى منكر قبولنيا. أما السبب يعني من غير شذوذ ولا علة كاتك شذوذ قبولنيا شنك الشذوذ للاي جماعتك من المحدثين مخالفي الثقيب أو الثق كأما قبولنا به أي لا أوان كمخالفي ضعيفة مخالفي ضعيف كلا يهندق لقوم مخالفي ضعيف بو ثقات منكرة شنك أقر بيوتها من غير نكارة ولا علة أو كاتشاذ لدس درجة للا يهندق لقوم بو للا يهندق لمحدثين إصلاحا شيا أقر ثقة مخالفي أو ثقي كذ يعني أو كاتشاذ بو أشوناه صحيح ودرجناه بويا لبر أمس الرأي كلامي إمام مسلم تنصصناها ولا ثر الشذوذ أرشي. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر منكر إصطلاحي ما بس نية يعني الشذوذ شتياها كابو يسر الشاذ منكر عند العلماء رأيك عند قالين جنسكيهم جنسي مخالفه الشذوذ والله مصطلاحا شاذ شتيك ومنكر شتيك ترى مسلمة مصطلح المنكر تتعلم أي بطائر والجذور نعزانم أو سخته وبرسيارة فيقولون تاريخيا أبي بشي ناو سدي تاريخي بقى. بس ما نخوي للاي متقدمين زور لو للاي متقدمين زور لو تعريفانا بقولين تطوري نكذبوا يعني أو هنا عنني سبون من للاي حاكم للاي حاكم شاذ شتيكا يعني او تعريفي كاسا معمولي ويجي فيها كذا لسردمي بن حجراته يعني للشافعيه مثلا تعريفي شاذ شتيك بوا
شاذ شتيك بوا للدواي أو بون من الشاذ يعني كان تعريفي كتري ورقتوا حتى سدمي بن حجر لو كانت أنا يسام تعريفك يسام معمولية كأجر مخالف ثقيق يخالف أو ثقي أو شيء أو بيت الشاذ عموما أويك هنا يأتي قال شيخ الإسلام ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة الصحيح فذاك وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق قال يعني ابن حجر ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاح وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنه فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاعه يعني استكلامي إمام مسلمش لمسألة شاذ منكر كلامك وكلام ابن صلاح كلام ابن صلاح أميك والتفريق كلا والنيوان شاذ منكر متأخرة ولينش لا لا لنذهبوا كلامي حافظ من نقل كده والتفريق من كده بيني شاذ منكر وبوردي الثانية فائدة دوم شروط الصحيح المختلف فيها هندي الشرط دعنا وكا بالصحيح مختلف فيها بقي للصحيح شروط مختلفة فيها منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب مشهور بالطلب يعني راوي حديثك حديثي الصحيح أبي معروف بك علمي ورقت به كسك نازاني لشي علمي ورقت به ناي ناسي أما شن تبلي أما حديثي أم شخص صحيح بويا يعني يكيك شرط كان جوي أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك كما شهرية كمخرج عن الجهالة مثلا كسيك كسهر نازانيش ناوكي ألي كس نازانيش كسي واهيا ألي فلان كسي كري فلان كس مثلا حديث هيج مشاركاتينية حديث هيج مشاركاتينية يبابلين تعديل نكرة وعدالي باطنة تجريح وتعديل نكرة بلا معروف أو كسا مثلا كسيكي مثلا خباس يابون من كسيكا كمجاهد مثلا قائمة صائمة مثلا اشتيكي لوانيها يعني معروف مثلا بشيء من الزهادة من العبادة أها أقل أويبو أو مقدارا أبيته وكاري أويك لجهالة دريكات دلوة بلان أومان مبزنية أو هل كافينية لسأل أوانيك أم شخص دعنا ألين مشهور ببطلب مشهور ببخشوندني حديث ورقتني حديث مشغول ببتحمل وبأداء بويا إيكي لشرطة كاني صحيحيش أويك راويك مشهور ببطلب أم قدريش قدريك زائدة مقدارك زائدة لسر أويك صفة يشتيكيها لجهالة دريك بهذروا قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب علم لا كسك ورناجل إلا أبي طلبي علمي كذب يعني سماعي هبي سماعي مشغول بي بطلب شي نسينو بي شي خويندن بلاي مشايخ شي سماع بي يعني كسك أقر مشتغل نبي بعلم لي ورناجل وعن مالك النحو وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد أدركت بالمدينة 100 كل ها بو ابن أبي زناد أبي زناد يو بيقارن آه بزنات كي أبو زنات هو المعروف المشهور
أهو حاشيك رجي من زاي ومقدم مسلم وفي دال ابن أبي الزناد أبي الزياد وفي بقية النسخ ابن أبي الزناد بس خوي أبي الزناد عبد الله بن ذكوان معروف ها أي بقى إسقاط بقى أشتلع هل بي طلبك إسقاط بي أبي الزناد توا أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون يعني كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله يعني أبو الزناد عبد الله كريد ذكوان الله شيء الله لمدينة صدك سنبيني وصدك سنك آية حقيقية يعني مبالغة يعني كثرة يعني زياتر يعني كم تريش خلقه مأمون بنا يعني مأمون في دينه وأمانته نجي رجوع عبادتي أخلاقي صدقي عيش مشكلة يكتعنا بو برامشي ما يؤخذ عنهم الحديث بو لكونهم غير ضابطين له ضابط نبونا بلان الراسية قولك قاضي عياض نقل كم ليلة ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون المحدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية ومجالسة العلماء أي شيء بل يشترط ضبطه كابريخ الضابطة بل يشترط ضبطه لما رواه إما من حفظه أو كتابه وإن كان قليلا علمه وإن كان قليلا علمه ألي أدركت مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله عشان ليس من أهله عبارة كمجملة آية ليس من أهله لبروها الطلبي النية الطلبي النية مشهور عفوا ما الطلبي مشهور بطلب يان ضابطنين أقل لبر أو بيك ضابطنين أو كاتبكم الله كسيكي باشن بلان ضابطنين لبريك ضابطنين حديثي لبر ما يجيلي ودائما صالحين أوانا لا همو كسي دلوزن تربونا هل بيت أنا لا أي سبب باسك مقدمين مسلم بخيرنا مبزن صالحة بيوشاك عابدة بلان تسي كتب حديثي أروي الضعيف الموضوع دلوزنا يمنا هاي سوانية شاندين زاهد وعابد وخطيب واحترام الرئيزم هاي حديث باسا كان شاشي بس الحو توانية بوي لا لها موي دلوزن تركيا صالحين لو رووا يعني جاء شرطني كسك مأمون بلدينا كي يترك فابو اللي تعلمي ليه والبيكريش بو ضبطي الحديث مياه كابو أم عبارة ثانية هنا ولا يأخذ العلم إلا من شهد له بالطلب أدركت مئة بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يأخذ عنهم الحديث بل يقال ليس من أهله هنا يتبو أوي كسيك مشهور ببطلب كسيك مشهور نبي بطلب ليورناجي قال شيخ الإسلام والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك يعني أوي كالظاهر لا تصرفي بخاري مسلم أوان باعتبار قتوى إلا إذا كثرت مخارج الحديث يعني شو كم حديثي شيء مشهور بيت لا رواة حديثي ورقتوى وملازمي شيخي هبوا وسماعي هبوا تحملي هبوا أدائي هبوا مشهور وبطلبي حديث روايتي أوان هنا ولا بخاري مسلم دائنا إلا مقر يكيك أقر مشهور جنبوي ببطلب بلان طرقي حديثك زورة يعني كلاسيكي زور لحديثك اللي والروايات كدوا أو كاتنا شادي هالبي يعني إلا إذا كثرت مخارج يعني طرق الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام يعني ضبط تام مش نبي ظلام ما دام طرقي كيزورها ب أو كاتها تساهلي كتاكي وحديثك أهي مرات كابو لصنيع بخاري مستمشة أمشت ديارة إيكيك لشرطة كان أبي شي بيت أو راويانا مشهور بالطلب شرطي يا بابي أولاه بابي أولاه مثالنا يا بشرط
كلها الشرط نيا سبب قصيه لسلكين أميكا أوتيان أبي الزناد ببرك صلت الأوكين أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون. الاستدلال بهذا الأثر هنا ليس في محله بو. قال القاضي والذي أقول إن معنى قولي أبي الزناد هذا وقد روي نحوه عن مالك وغيره أن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط. قاضي عياض ردي أو قولاء ذاتك مستدلال فيك أوانيك يقال ليس من أهله أهل ضبط نبونا لم يكونوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم أو قصدوا إثارة أهل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان ينم بس ينشيها علي بونمنا أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يعني حتى خلقك أضبطر أدقتلها بأتقنتلها بأتي لكسيك ضعيف بيت علمي لي ورقلي يعني ما بس ينبي أويك بتشوب ولا يكسيك أهل علم بي أهل الضبط بي بويا ما بس لو قولي أبي زناد أويا يان ما بس ينوي أن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم أو قصدوا إثارة أهل العلم مش ولا أهل علم حديث ورقلي وترجيح الرواية عن أهل الإتقان مش لا كسك متقنة كسك رواية لا يبز متقنية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ كاتي خوي حفاظ علماء حديث ورواة ضابطين متقنين زور بوا شو بلا متقن ضابط كان ولا عالم كان وجسيك خلق خلافي آية لا مبتدع بخوين يانا والله وابع نحوي كزاني وصرفي كزاني علمي وازاني خلق خلافي لو شاهي كاتي خوي خير زور بوا حفاظ حديث زور بوا شو لاي متقنك ولي كده بويا حينئذ والاستغناء بهم عن سواهم فأما أن لا يقبل حديثهم فلا وقد وجدنا هؤلاء رووا عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان كابو مسألة شطنية مسألة أولايا أولا أويا أقرتوب ونمنا كومال حديث روايتك إلا كسي متقن ضابط عالم مشهور بالطلب باشتره أما بلي شرطة إلا أكس مشهور بالطلب حافظ به متقن بالضابط به يعني لها مكس زيادة شطنية. قال شيخ الإسلام ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى يعني مثلا ابن حجر خوي أمي حل كلكا ما بس بي لا مشهور بالطلب يعني ما بس بي شيء ضبطة ومنها ما ذكره إكي كتل له شرطاني كان مختلف فيها ما ذكره السمعاني في القواطع الأدلة أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط يعني مزنية بس أقل ثقات يروي بعضهم عن بعض أو إثر حديثك صحيح وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة دواي دراسة وبحث أوانا بدر كيف الله نطريق ظاهر كي سلامي وصحية أبيني تشينيا صحيحني. قال شيخ الإسلام وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا كابو يسام شرطة في وزناك أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط وإنما يعرف يعني باشا أقل كسب فهمي شيابه معرفة شيابه سماعي ومذاكري زوربه نتيجة شياب يعني نتيجة أوبيا كحديثك معلول نبي شاذ نبي دائما شرط من دانه. قال شيخ الإسلام وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا
لأن الاطلاع على ذلك يعني على العلل إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما. كابوم شرطش هر نيتواني بثناو موضوعك نيتواني ببشر. ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث، اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى، ومن الراوي أبي شي بيت أبي علمي بمعنى حديثك هذا، بو أجا علمي بمعنى حديثك النبي وكاتل لو عن يشتت الرواية بتايبت كي أجر كاتم رواب المعناك، وهو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط. هاد شو نحكي لبكي هاد شيا لأن الضبط جيبه تو كابرا أجر ضابط أجر بونمنا يعني رواية شتبك ضابط نبيوي ضابط نبي بو بو لفظك يعني يان بو خوي معناك بقوري هر الأخوة نابد، لكنه داخل في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل رواته. ومنها عميش طبعا مردودة، ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي، أبو حنيفة شرطي أوي هي كابير راوي كتشي بيت فقيه بيت أقر راوي كفقه نبي أو كاتا يعني شرطك شرطي صحيح نيا. لحاشيك الله عزاه إليه الرازي في المحصول في علم الأصول، والبيضاوي في المنهاج، وابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير، والسخاوي في فتح المغيث. وعندهم جميعا أن أبا حنيفة اشترط ذلك إن خالف ما رواه القياس، يعني مطلق نية ليلة السيوطي مطلق ناتي، أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي يعني في كل رواية فلان أوان أرنشي. وعندهم محقق لا، وعندهم جميع لا يهموا أواني كوان نسبة أم قولان داوة قال أبو حنيفة أويا أبو حنيفة أم شرطي دانا وراويك فقيه بيت ليك مسألة مسألة كشية أقل أو رواياتي كالروايات أكا يخالف القياس مخالف قياس به أو حديثة أو كاتا أبيتي بيت أو راوي فقيه. غير أن ابن النجار نقل عنه قولا آخر غير مقيد بذلك. بلا أوشي ابن النجار قولي كيشي لي وروايات كدوا كشية بمطلقي كابو يسأل مسألة سيوطي باسي أكا إطلاقي أكا فعلا لابن النجار وهاتوا قولك شيء أبو حنيفة كان مقيد نية مطلقة، أما لا يزوريني كباس مانكت مقيدة بروايتك وكي يخالف القياس. قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. كاتك راويك حديث رواية كان مخالفاك، جاءت المخالفة حديثك كتر به مخالفة آياتك به مخالفة قياس به مخالفة أصل به لأصول الشريعة، ين لمسأليك قرنقا ككسيت الرواياتي نكدو هلو رواياتك مسأليك قرنقا حد حدودة مثلا اشتيك الله أحكامك قورة أو بتنها رواياتك ناكري ناكري الراويك هيت فقهيني علميني حديثي شوى رواياتك أبيت شي بيت أبيت فقيه بيت. ها لا 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 تعاونيو ينشني فيوسي شنيا يعني اقد تستك الثقة بيد عدلي ضابط بيد روايتي كانت تواب سماعي هي او بسويتي لو اتشي يكيك لو بينا يكيك لو بينا فقيه نيا بلان ضابطه وعدله وهيش مشكليك نيا ولا كسك بيني بسويتي كفقيه كسي شي عالمة كابو بلي هم راويك حتى كوتا همان صفيها به هاش تشتا تعجيزيش درجة من شبكم يعني فقه منية بلام ضابطم كابرايا كحديثي شفيوتم شيخ ما بلام او بخوي عالم وفقيها من لون بيسوت هو كيشل مثلا حسن او هر نايت انه صحيح هو لا نايت انه صحيح ضعيفة فمثلا حسن هو تعم به البلوى.
بسم الله نبي ميجب إذا زوجت بطالة إذا زوجت إيش بطالة ميجبت بطالة قاني كوا بحسن زمن بطاحيك زمن هاي أمينه تعم به البول وعليه هو يبطل عليك نعم يعني ما دام ضابطة نعم تو حسن يعني طبتي كشيء وكانت إيش تحسيني بتصحيح كيف كان حن سبب الله عنا تحسين فيها تصحيح نكمل تس دو سيف السيارة الحديث هو حسن ما بيني إيه أتوني طبعيك يمكن ب نعم نعم مسألة تصحيح وتضعيف حسن لغيره شا. حسن لغيره كأخوي ضعيف يعني آخر بطرق مو بحسن بويك تعم به البلوى تضعيف فيها نعم تضعيف ناكري حد شنك مسألة شروط المحدثين أبيل شن خوي بكاري بيني بس أقل خوي ضعيف بيت أقل ضعيف بيت بطريقي تريش حات بيت بونمنا يعني طريقي كتير ضعيف يقلق ضعيف يا كابونا ضعيف يقلق ضعيف يا ضعفك يعني السيرة أو كاتب ابن حسن كبوب حسن بونمنا عندك تعم به البلوى بس عند غيرك مثلا وانيا لو شيء متفق عليه نبيت متفق عليه يتعم به البلوى أنجا أوش ثانا شين كتعم به البلوى آية سورة واحدة ودرجة واحدة ومن جهة واحدة وانيا جاء بسم الله لك الشيء حديث الكامية حديث يوي دزنش لا صلاة لمن لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه أكتر بيجوا الشرط نية بوا يعني. أنا ناقص لينا في الجنس شو تفكر تبي وش بيجي؟ إكس يا أخي حتى برامج طيب يجي أوي كمان بوا واجبه ما يبغى. يا طبعا خو رأي صحيح كشة. لكلارنا ينا واحد يث لشهيدان سنته. بسم الله. إني. ومنها اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه ايش هيك الشرطة كانت اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه يعني ابيها مو راويك لشيخك ايوه سماعي به مطلق السماع يعني بزاني كواس سماعيها ولم يكتفي ما بس ما ونيا يعني سماعي هم مو حديثك لا بزاني لشيخك ايوه بس زاني من التقى به التقى به وسمع منه أقبل زاني بش زاني التقى به ولم يسمع منه مطلقا يعني التقى به وسمع منه حديثا أو كانت لي صحيح درناش بزاني كواهي جتي نبي استوى كسر تنصيصات ولا سري فلان عاصر فلانا ولقي به وسمع منه حديثا واحدا تواب هيجتي لي صحيح نية بلان أقبل زاني ثبت له السماع واللقاء هل أولا أما شرطي بخارية جاء هيا علي أما شرطي خويتي مصرح به هيا علي شرطي خوينية مصرح به نية أو إيش راجح مصرح به نية لبخارية ولم صنيعي مامي بخاري لكتبكاني لتأريخ لو أنا أما شرطتي وهمو حديثاني كلا صحيح بخاري شهاتوا همو راويك لقل شيخك يا سماعي هيا شو دراسيك هل همو سماعيا هيا ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي أردت دعيش باسي أكين مناقشة أكين وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط للصحيح بل الأصحية يعني قولك ترمانيك أما شرطني أبو حديثي صحيح بل أصح يعني ثبون من إمامي مسلم اكتفيك دوبتي المعاصرة راوي لقل شيخك يبون من ليكس دم الجياب يتنتوى تنك بو إمكاني هيا كسي يبون لم شعر بجي لقل يكا يعني إمكاني هيك كانت اللي يشي وبيسي وصفاتي عدل وضبط أو عن الشي هيا قدرونك إمكاني هيا بسرعة لبر إمكانك توا مكتفى بلام أويكوا لبخارية هيا أو أصحت له ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة شرطي كتربه صحيح أو يتشون لشاهد دانا
أبي عددها به مثلا دو شوارة شنة للرواية شهرواية بلما مش مردودة. قال عراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزل، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره يعني وغيره أقبلين وغيره يعني جزم ابن الأثير وغيره جزم أيضا أقبلين وغيره يعني ابن الأثير في جامع الأصول وفي غير جامع الأصول ظاهر وغيره آخر في مقدمة جامع الأصول وغير جامع الأصول بلام وغيره هو والله أعلم إن جزم به ابن الأثير وغير ابن الأثير. وأعجب من ذلك لوش سيتر ما ذكره الميانجي في كتابه ما لا يسع المحدث جهله. لو كتبيدا شرط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما شرطا أويك إلا حديث بيت شي بيت الصحيح بيت، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا لفي غنبري وصلى الله عليه وسلم كز رواية كلبه، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. ما حد حديث الصحيح إذا ناشي كم يعني أما زور سيدة دوكز لفي غنبري وصلى الله عليه وسلم وهر وها لهر صحابية كوا شواركس وهر وها بمشي وها لا حاشيك اشتيك هبو لبيدم شو نخلي كم لا لسر شرطي صحيح وأصحيه وتي إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط للصحيح بل الأصحية يعني السيوطي الله هيش كسير نيوت أما أما الشرطة بو صحيح بس بو أصحية. لا حاشيك الله قال ابن حجر في النكت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصح، يعني وكان إمام بخاري شرطي وانية لحديث صحيح بل كل بخارية أو ما بستيتي لبخارية أبيها مور راوية لقل شيخكيا سماعي هبت أما لغير بخارية أو مرجنية. وأخطأ في هذه الدعوة ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم في ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، بل كل بخاري أماهر صحيح واه لنا بخارية بلا دروي بخاري به شرط بخاري بور راوي وشيخ تلميذ وشيخ أبي سماعي أنهبه. فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تأريخه بمجرد ذلك لتأريخ الكبير دابونا حديث كان بينا كانت حديثك تضعيف كان لبي أخوي الله أم حديث عليتيايا الله سماعيني لقال فلان كابو أم ببرقية لستصنيع بخاري للصحيح لغير صحيح شمر جوايا راوي لقال شيخة تلميذ لقال شيخة بسماعيها به معلمي اليماني رحمه الله على شيء لتنكيل. وزعم بعض علماء العصر عندك لعلماء أمستردام ألينش أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما يخرجه في صحيحه لا للصحة في الجملة، قالن بس لبخارية أو شرط بخارية نقل حديث صحيح كذا قال
وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه كجزء القراءة وغيره ما يدفع هذا والله الموفق. معلمي اليمانيش بشجيري أم موضوع أكاد كباسم كدلا حافظ لا ابن حجر هنايتي يعني بخاريش وكو علي مديني شيخي بخاري همان رأيان هيا حديثي صحيح أبي تلميذ شيخ سماعين هبي مطلق سماعين هبي لقاء سماعها تايبد نية بشيوة ببخاريو بس أوي كمشهورة أستا ألين لبقبو كاتي بيني أنا بخاري للصحيح بخاري همي صحيحة بلام لناو تاريخة لكتابة كانت تري بخارية ضعيفة يكسلم لذهن و يعني هين بوا تثبيت بوا كأو شرطيك لهين حياتي لصحيح حياتي لويني بلام كان لوينيتي خو باسي كدوا أقر باسي شين كدبه أو شرطانيك لصحيح دايناو اللي بيدايناو بلام خو مطلقي شي هي مطلقي سماع للاي أو هر معمول به هي هاد شي كيشي نبي خو يقصيد سلكا والله أعلم. قال شيخ الإسلام وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة يعني أركس يكا يكتوز آقيل الصحيح بخاري مسلم به أزاني أوهم حديث صحيح هاتوا شندين حديث غريب هل جاري يكم حديث لبخاري لقل آخر حديث لبخاري غريب نكهر غريبي غريب بحر فردة أول حديث سبحان الله إيشي بخاري أول حديث لقل آخر حديث بخاري هر فرد مطلق يعني ما كوا أم شرطة مما ينجي باسيك وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد يعني أقول كسيوتي لبخاري مسلم حديث يقني بم شرطة تو صحابي روايتك وهل لصحابيك وشوار وهل وها أقول بلي حديثي واجني اللي وناش دروك أبو حافظ لأنه كد الله شيء الله فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه يعني هل أوندا قولك صحيح هي عليها في وزنك رديش بدلته فإنه ما لم يشترط ذلك ولا واحد منهم وكم في الحديث في الصحيحين من حديث لم يروه إلا تابعي واحد شندين حديثها يكتب رواياتك كله وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك عندك حديثها إمام مسلم باسي كدوة قلت لعله يشير إلى قول الإمام مسلم في صحيحه عقب حديث الزهري أدواء حديث يهزارو شصدو تشلو حود الله يشي إمام مسلم قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني هذا الحديث لا يرويه أحد غير الزهري يعني أم حديثة لحديث يهزار وشصده شلحوت إمام مسلم الله غير إمام الزهري حديثة كزريبات هناك ولا مسلم شاته أنجا أجلتي وللزهري نحو من 90 حديثا لزكين نواد حديثها يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جيات بأسانيدي صحيح يعني جيد نزيك نواد حديثي هي الزهري كمتفردة ليك كسج رواياتي نكدو هرخويتي وحديثة كان يستندي صحيحا كوابو أمقسيك شرط هم حديثك صحيح أبي دوك الصحابي رواياتك وهلو هدو أوان تورشتي ومن يوم وقال ابن العربي في شرح الموطأ كان مذهب الشيخين كان لهندي النسخية كأن مذهب الشيخين بمعنى النسخة طارق عوض الله عليه كأن بدل كان فلام أقبلي كأن جزم ثانية فلام قلت كان جزم أقول كأن مذهب الشيخين جزم تاني بس كان مذهب الشيخين فهو جزم.
كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان أبدوكس روايتك. قال وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال، يعني الأعمال بالنية، انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد رواه البزار بإسناد ضعيف. يعني هر حديثة عمر روايته كدواء الصحابة، وأبو سعيد كطريقة أبو سعيد يخذ روايته كدبيد ضعيفة كضعيف جبوثر طوى ضعيفة كشي أوني بل يسير بيتا ببيتا دو طريق. قال وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، هرشم أم حديثة فردة غريبة ولان بخاري حديث كان كهناوتي زوري نوايا حديث كي كتابك واه هناوا زياتر لكسب فن ما يسبش ولا بخارية هتشي لبخارية هي لمسلمة هي إلا نزيكي هاي صد حديث نبي فشوفون من لا كتابك أنت لي يعني أورش تسألك ما بس درسي بخارية كيا يعني وأزن يشكل كتابك أنا ابن خزيمة أبو ابن خزيمة لدواي كتبي ستة يعني لدواي شن كتابك يعني أول إحصائيك ملابو يعني وازم سيسي حديث لو كان زيادة يعني جاري واهي كتاب يقلق كتاب كان ينتهي المقارنة بكصد حديث زيادة صد حديث هم إلى أوانها بوي بخاري هاتشك حديثي هنا و يعني حديثي في هنا وطرقي هيا طرقي هيا لا يباقي محدثين تريش هيا وطرقي تريش زورا. وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. قال ابن رشيد وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن عربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل وجود. قال والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك، فليت شعري يعني ليتني علمت من الشعور لا من الشعر يعني من العلم. إن كان منقولا من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك، إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، فلقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير، لأن عمر لم ينفرد به وحده بل انفرد به علقمة عنه. أو كالله عمر لسلم بلوت بيتي وكم إجماع واي، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. الله أكباش عمر جوابه أي أويك لعمر روايتي كله ما قلت نهانية، أويك لأور روايتي كله ما قلت نهانية، وما اعتذر به عنه فيه تقصير لأن عمر لم ينفرد به وحده حتى عمر نية، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته يعني طبقانا همي منفردا متفردا أيضا. فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عنده، بل هو محتمل الأمرين، لو تشي تذكير بيت لو تشي هر روايات يشبه إخبار يشبه، وإنما لم ينكروه بوشي ناود عمر وايا وانيا نقلب روي زاني أنا لو تشي هر عمر ثقة نشان زاني بيه بس عمر ثقة لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علي، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال. سيكام إبراهيم بن إسماعيل أقاتا ليبه
إما إبراهيم بن إسماعيل من هي؟ إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي. أما كري بن علي كخمان جماعة خمانة يعني من أهل السنة. أما إبراهيم ابنه أو مبتدعة. إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي يعني ويك مشهورة بابن علي كنسبة ولد عيشي. وهو من الفقهاء المحدثين إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله الاعتزال، وكان وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه. تستيخ وجبه باوكاكا باوكاكا. وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، يعني بكسر كتريش، بل عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشر بين الصحابة أو عمل به بعضهم. كابو يا نبي عدلك تريش قال يا نبي حديثك موافق قرآن بيت يا موافق حديثك ظاهر حديثك تربيت يا أو اشتغل نيم صحابية مشهور به يعني إيش في كذبه. حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد. وأطلق الأستاذ ها أبو الحسين معروف. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي الجبائي يعني أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة، يعني بمطلقه نك إلا إذا انضم إليه أو نعم مطلقا أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة. وللمعتزلة في رد الخبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره، وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلم، وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد. وأجيب عن ذلك كله أمل سبين إن شاء الله. شبه كان معتزلا ورد كان جلسريا أخيرين وبإذن الله. وصلى الله على محمد.